انسحاب القوات. في روايتين، رواية بتقول إعادة انتشار، إن المشير عامر المفروض كان يطلع قرار بإعادة انتشار قوات الأمم المتحدة، ريديبلويمنت، إعادة انتشار، انسحاب جزئي، انسحاب جزئي. الرئيس عبد الناصر كان عايز يعمل إعادة انتشار، والمشير عامر قال لك انسحاب تام، وإن في برقية راحت للمشير من عبد الناصر قال له إعادة انتشار مش سحب كامل، كانت البرقية راحت للأمم المتحدة. الواقعة دي صحيحة؟ لا مش صحيحة طبعا. أمال إيه الصحيح فيها؟ مين صاحب قرار الانسحاب أو سحب القوات؟ ما سحب إغلاق المضيق. إغلاق المضيق الرئيس أعلنه في مؤتمر صحفي قدام الناس كلها. ده مظبوط. في 25 مايو. في 25 مايو في مطار 67. في مطار كان مؤتمر عسكري وكان حضره حسنين هيكل. تمام. والرئيس أعلنه ومسجل. موجود عندنا. وقال إن هنقفل خليج العقبة ولينا وده حقوقنا ودي. وقال بيهددوا بالحرب الإسرائيليين. خليج العقبة منطقة محظورة. لابد إن إحنا نغلق. قال هذا الكلام. أهلا وسهلا. إحنا مستعدين للحرب. قواتنا المسلحة خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا احنا مستعدين للحرب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه